حلقتنا اليوم عن أكثر العادات الخاطئة اللي بنستعملها لتخفيف الآلام بأعلى الظهر. بالفترة الأخيرة انتشر مشد أعلى الظهر لتخفيف الآلام وحماية ظهرنا من التحدب. أغلب هاي الأحزمة ضيقة وغير مريحة، والاعتماد على المشد بحد ذاته رح يساوي ضعف بعضلات الظهر. الهدف الأساسي من الأحزمة ليس فقط تعديل ظهرك، وإنما تنبيهك إذا عدت غلط تحرك ظهرك أو تقعد في قعدة سليمة. إذا بدك تلبس هذا الحزام، يجب أن يحتوي الحزام على سفنج كي لا يؤذيك، ويجب عليك تقوية عضلات ظهرك. يوجد أيضا مخدة للرقبة تستعمل عادة في السفر، وهي للأسف غير مريحة لأنها مكونة من طبقة واحدة، وهي الطبقة غير كافية لتثبيت الرقبة. الحل أنك تستعمل مخدتين تحطهم فوق بعض، بهاي الطريقة رح تزيد الثباتية في الرقبة. وأخيرا، يوجد حركات فجائية تعتبر من أكثر الحركات بتسبب ديسك في الظهر. الحركة الأولى، إذا نايم وبدك تقوم لا تقوم فجأة، قوم شوي شوي وعلى مهلك عشان تحمي ظهرك. الحركة الثانية، أثناء الكحة والعطس حاول إنك تنزل بركابك بهاي الطريقة، أو تحط إيديك ورا ظهرك لتخفيف الضغط على العمود الفقري.